كما تهاوت الكثير من المقدرات الثقافية في هذه المدينة، لا تجد لافتة على بوابة هذا المبنى العريق تدل على هويته الشهيرة. يلزمك الدخول إلى معهد جميل غانم لتتأكد أنك في معهد الفنون الجميلة الوحيد لأكثر من 10 محافظات، أقل من 20 طالبا في أقسام الفنون التشكيلية والمسرح والموسيقى هم ما تبقى من المعهد الذي كان يستقبل في العام الواحد أكثر من 60 طالبا، ثم تضاءل بمرور السنوات حتى هذا العام الذي لم يتقدم للالتحاق به أي طالب في سابقة خطيرة على أهم المؤسسات الثقافية في البلد. ما يعرفش الوزير عن الثقافة في الفترة دي يعني، فنخاطب من ومن فين بتجي الإمكانيات؟ الأسباب التي أفادها إداري هذا المعهد ترتكز على توقف الميزانية من صندوق التراث بصنعاء بعد أن كان المعهد قبل عام 94 كيانا له استقلاله المالي وله درجاته الوظيفية والمنح الخارجية للدراسات العليا في الخارج. لكن للأسف الشديد بعد عام 94 بسبب السياسات المتحولة في وزارة الثقافة سحبت كل مخصصات المعهد، أصبح المعهد يشحت من ما يسمى بصندوق التراث، وهي أموال طائلة تخرج من عدن ولم تعود لها. قاعات وأروقة المعهد تتحدث عن نتيجة الإهمال الرسمي لسنوات طويلة شاعت خلالها أو كرست ثقافة تنتقص من الفن، ألغي على إثرها المسرح المدرسي وحذفت مقررات التربية الفنية من المناهج المدرسية. طالب يعني يقول لك انا مستقبلي في الثانويه بعدين بروح الجامعه ومش عارف اجي اصلح ايش بداخل المعهد جميل غانم ولا اروح المسرح. الانامل المتشبثه بحقها في ان ترسم هنا رغم شحه مواد الرسم، كذلك التي تعزف في قاعه اخرى بالات محدوده، وطلاب قسم المسرح وهم يسابقون الزمن لتاديه مسرحيه التخرج، جميعهم يبعثون برساله تحدي لهذه المدينه الرائده في الفن، كما تتضمن رسالتهم الفنيه مناشده عاجله لانقاذ هذا المعهد الذي تاسس عام 1973 وتخرج منه الكثير من الكوادر ونجوم الفن في الساحه المحليه والعربيه. مثلما تصدح هذه الموسيقى في اروقه معهد جميل غانم للفنون الجميله، تطلق مناشدة عاجلة لإنقاذ هذا المعهد الرائد في المدينة التي كانت رائدة في الثقافة والفنون. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.